يا مساء الخير مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم ملاعب الابطال، البرنامج اللي بنتابع من خلاله اخبار ملاعبنا واستعدادات ومشاركات ابطالنا ونجومنا في كل الرياضات وكل البطولات. وبالتاكيد متابعه حيه ومستمره لكل ما يخص مشوار ابطالنا نحو التاهل والمشاركه في اولمبياد باريس 2024. ودايما شعرنا في ملاعب الابطال ان زي ما ملاعبنا كتير ابطالنا اكتر بكتير. ضيف حلقتنا النهارده سامح عبد القوي، المنظم العام وصاحب بطوله ريفيتاب لسباقات السرعه والدريفت. حوار طويل عن كل ما يخص السباقات ومجال الموتور سبورتس بالتحديد، سواء في السرعه او الدريفت بشكل عام، في الفقره الحواريه النهارده مع ضيفنا الكابتن سامح عبد القوي. أيام قليلة بتفصلنا عن انطلاق النسخة 26 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، واللي هتقام إن شاء الله في خلال الفترة من 17 حتى 27 الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وهتشهد مشاركة 16 منتخب، وده عدد كبير ولأول مرة يعني هيشارك هذا العدد من المنتخبات في تاريخ إقامة بطولات الأمم الأفريقية في كرة اليد. اتحاد كرة اليد النهاردة برئاسة الدكتور محمد الأمين أنهى تقريبا كل الاستعدادات الخاصة بالاستضافة، وأعقد أو يعني قال إن في منتخبات خلاص خلال الساعات اللي جاية هتكون موجودة، وهتكون المنتخبات تقريبا متواجدة خلال يوم 15 الجاي. إن شاء الله كل المنتخبات تكون وصلت يوم 15 الجاي. ويمكن من شوية كده وصل للقاهرة بعثة منتخب رواندا اللي هتشارك في البطولة، و تجهيز الملاعب بقى والصالات اللي هتستضيف المباريات اصبحت خلاص على هبة الاستعداد، والجميع على اتم الاستعداد لانطلاق بطولة افريقيا لكرة اليد. اما على المستوى الفني بقى، منتخبنا كمان تقريبا خلاص انهى كل تجهيزاته للبطولة، ومتبقي ليه مباراة واحدة اخيرة، مباراة ودية طبعا اخيرة مع منتخب الكونغو يوم الجمعة الجاية ان شاء الله. ده طبعا بعد ما منتخبنا انهى مؤخرا مشاركته في الدوري الذهبي في الدنمارك. منتخبنا خاض 3 مباريات في الجولة الأولى أو في الدوري الذهبي بشكل عام. أول مباراة كانت أمام منتخب هولندا وفزنا فيها 30-28. خسرنا في الجولة الثانية أمام منتخب الدنمارك 31-34. وأنا عايز أقول إن إحنا خلاص بقينا أو بقى منتخب الدنمارك الغريم الأساسي لمنتخب مصر. بقى منتخب الدنمارك كده، أو إحنا بالنسبة لمنتخب الدنمارك بقينا يعني إيه زي ما بيقولوا هيد تو هيد، راس براس كده. طبعا ده اكبر منتخب في العالم، بطل العالم 3 مرات، بطل اولمبيات مرات. بتتكلم في منتخب الدنمارك، وحضراتكم عارفين مين الدنمارك اللي فازوا علينا هنا في بطوله العالم بشق الانفس برميات السبع امتار، وعلى ارضهم في الدوري الذهبي لا تتخيلوا عدد وكم الجمهور اللي جاي بيأزر منتخب الدنمارك في بطولة ودية، وخصوصا في ماتش مصر، انه عارفين تقل منتخب مصر قد ايه. في المباراة الثالثة بقى عملنا مباراة ولا احلى ولا اروع ولا اجمل ولا امتع مع منتخب النرويج. فزنا على منتخب النرويج بفارق 5 اهداف 28-23. مباراة كانت قوية بصراحة، وكلمة السر فيها الرجولة والإصرار على الفوز، وهو ده مفتاح وكلمة السر لمنتخبات مصر في كل الألعاب، فردية بقى ولا جماعية. الرجولة والإصرار على الفوز، صدق إن أنت هتفوز هتفوز، وخصوصا إن منتخبنا منتخب مش سهل، ولاعيبتنا لعيبة مش سهلة، مش على مستوى مصر وعلى مستوى منتخب، لا على مستوى أوروبا. وحضراتكم عارفين 12 محترف فيهم اللي بيلعب في اقوى الدوريات الاوروبيه واقوى الانديه الاوروبيه. لعبتنا ولعيبه منتخب مصر في كره اليد بتعمل لهم الف حساب في كل حته في العالم. لكن
برضو مش احنا لوحدنا اللي بنستعد. منتخب تونس عمل تقريبا 3 معسكرات وعمل استعدادات قوية وخاض مواجهات قوية امام منتخب فرنسا يعني منذ ايام قليلة، ومنتخب الجزائر ومنتخب البحرين، وبيخوض استعدادات قوية، وده معناه ان منتخب مصر مش هيكون في نزهة في بطولة افريقيا، عشان زي ما الناس بتقول والناس متخيلة ان احنا منتخبنا كبير وقوي بنفوز على منتخبات الصف الاول في اوروبا، وزي ما حصل من يومين وفزنا على النرويج ومع الدنمارك ومع هولندا، وده منتخب لا يقهر في افريقيا. ولكن البطولة ليها شكل تاني، وكل بطولة وكل مباراة بيكون لها ظروفها. يعني في 2020 كسبنا منتخب تونس على ارضه وسط جمهوره، وكانت سيطرة كاملة من الدقايق الأولى لمنتخب مصر، والكل قال خلاص ما بقاش فيه منافس في القارة الأفريقية، لأن تونس هو أقوى منافس ليك في الفترة الحالية. لكن لما قابلنا تونس في البطولة بطولة أفريقيا السنة اللي النسخة اللي فاتت تمام على أرضنا، وكانت في الدور قبل النهائي، مباراة كانت مقفولة وكانت إيكوال جيم لحد الدقايق الأخيرة اللي هي قدامنا قدام حضراتكم دي، كانت على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر. وما فوزناش بسهولة، ما فوزناش بسهولة، كانت مباراة قوية. احنا كنا في الملعب ساعتها وكنا بننقل لحضراتكم، وكنا بنعمل استوديو تحليل من داخل الملعب، قلوبنا كانت بتقع بصراحة. فما فيش حاجة اسمها انا هسيطر من اول البطولة انا البطولة بتاعتي، لا. كلامي ده معناه ان البطولة برضو مش سهلة. منتخبك منتخب قوي، منتخب حامل اللقب نسختين ومدافع عن اللقب، ومنتخب يعني اوروبا كلها بتقف له احتراما وتقديرا، واوروبا كلها بتخاف منك، ولكن دي بطوله، والبطولات المجمعه احيانا ظروفها بتختلف والاداء بيختلف، الضغط بيختلف، كل اللي مطلوب زي ما قلنا كلمه السر الرجولة والإصرار على الفوز وتصديق أنك الأقوى. في حد ممكن أنك أنا قوي، وهو قوي، ولكن ممكن يريح لأنه قوي، يقول لك أنا خلاص أنا كده أنا مسيطر. ودي الفكرة، حتى كل ما بسأل حد في منظومة كرة اليد يقول لي لا ما عندناش الكلام ده. الحمد لله، مهما كنا احنا رقم واحد، مهما احنا كنا مسيطرين، مهما لا، يعني مع كل المنتخبات تعامل نفس المعاملة، عاملين حساب لأي منتخب مهما كانت قوته أو مهما كانت ضعفه، وهو ده السبيل الوحيد لتحقيق البطولة. طيب في عامل تاني بقى، في عامل تاني، وده من العوامل المهمة جدا. انت بتقول منتخبنا قوي، منتخبنا شرس، منتخبنا عنده العناصر القوية برغم الغيابات اللي موجودة، زي أحمد هشام دودو وزي حسن قداح اللي لسه لحد دلوقتي لم يتم البت في مشاركته ولا لا، طبعا بسبب الإصابة، وهل هيشارك أو لا. ولكن لما نتكلم عن معطيات الفوز، عندنا منتخب قوي، عندك البطولة على أرضك، عندك محترفين في أقوى الدوريات الأوروبية، تمام، عندك التنظيم، وعندك الدولة المصرية واقفة وراك. في العنصر الأهم، العنصر التي يعني لا تكتمل هذه المنظومة بدونه، الجمهور، جمهور مصر، جمهورنا القوي، جمهورنا اللي واقف دايما ورا منتخباتنا. المنظر الجميل اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده اللي بيلهب مشاعر اللاعبين وبيلهب طاقات اللاعبين في الملعب لو كنا متأخرين او كان الماتش ايكوال، الماتش فيه رايح جاي، هم دول الشعلة التي يعني توقد وتلهب حماس اللاعبين وتخليهم بياكلوا الملعب اكل. الجمهور العنصر الاهم في اي منظومة رياضية ومع اي منتخب. شفنا المناظر الجميلة وشفنا التشجيع الجميل، وشفنا ولادنا الصغيرين والكبار من كل الاعمار السنيه ماسكين اعلام مصر وبيقولوا احنا وراكم.
شفنا في ماتش الدور قبل النهائي وشفناهم في ماتش النهائي. فأرجو من الجمهور المصري، دي رسالة مني لجماهير مصر كلها، لازم نساند منتخب كرة اليد. البطولة اللي جاية هي دفاع عن لقب الأمم الإفريقية، دي يعني ده حاجة. الحاجة التانية والأهم التأهل إلى أولمبياد باريس مباشرة. فأنت عندك هنا أنت بتلعب على بطولتين، بكلم الجمهور، هنلعب على بطولتين، بطولة أفريقيا والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس. اللي برجوه من الجمهور المصري بقى ما يقولكش بقى احنا ايه، لا ده احنا منتخبنا جامد، احنا هنكسب بفرق كتير وهنكسب كل الفرق بفرق كتير واو والكلام ده كله. ولكن والله بدونكو المكسب لا يكتمل، يعني بدون الجمهور المكسب والفوز لا يكتمل. حتى لو فوزنا بدون جمهور موجود مبقاش طعمها حلو، ما بتبقاش بجد طعمها حلو. فتقول لي انت عايز ايه، هقول لك سيد الجمهور المصري الجميل العاشق لبلده والعاشق لمنتخباته والعاشق لعلم مصر، ان شاء الله لعيبة مصر ومنتخب مصر مستنيينكم ان شاء الله في صالة استاد القاهرة. عدد الحضور هيكون 16500 زي ما صرح الكابتن عمرو صلاح امين صندوق اتحاد كرة اليد لما كان معانا اول امبارح في الحلقة، وقال ان اتحاد كرة اليد الهدف الاساسي من اقامة البطولة في الصالة الرئيسية باستاد القاهرة هو ضمان دعم الجمهور الغير محدود للمنتخب اثناء المباريات. وبالفعل تم الموافقة على حضور ال 15000 مشجع كحد ادنى، طبعا هو الصالة بتساع 16500. وانا فاكر كويس يعني لو نرجع بالذاكرة كده ماتش مصر وتونس في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2016، وكانت البطولة دي المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو في السنة نفسها في 2016، كانت مؤهلة بقى النهائي ده كان مؤهل، كانت على صالة واحد وكانت المدرجات حرفيا ما فيهاش مكان فاضي، ما فيش موضع لقدم، بحضور جماهيري كامل. وحتى كانت بره الاستاد اعداد كبيره من الجماهير اللي جت على امل انها تلاقي تذاكر وتدخل علشان تشجع بلدها. في الماتش ده احنا كسبنا بصعوبه، كسبنا بصعوبه بجد في الماتش ده في 2016، وكان العنصر الاهم في الفوز هو الجمهور المصري العظيم، جمهور مصر العظيم، جمهور مصر الجامد، جمهور مصر اللي عنده المشاعر تكسر الدنيا بجد. حضوركم هيفرق كتير جدا، محدش يقول دي بطولة سهلة والمنتخب هيكسب بسهولة، لا، البطولات اللي زي دي بيبقى لها حسابات تانية. مهما كان منتخبك قوي، مهما كانت كل الظروف معاك، البطولات دي ما بتكونش سهلة. وشفنا البطولة اللي فاتت احنا اعلى بكتير مع ماتش، في ماتش تونس الماتش كان معقرب، والله كان معقرب فعلا، وفزنا يعني بشق الانفس برغم غيابات لعيبة منتخب تونس وبرغم اكتمال انت صفوف منتخبك، ولكن بدون الجمهور كانت ممكن الامور تتقلب خالص، امور تروح في حتة تانية. ف يعني جمهورنا الكريم، جمهورنا العظيم، جمهور مصر، انا عارف في الوقت ده هيكون في بطولة افريقيا لكرة القدم، ولكن ماتشات مصر في الهاندبول في كرة اليد هتكون معاكسة لأيام ماتشات كرة القدم. وده كان هدف اتحاد كرة اليد في الخريطة، في خريطة المباريات، ماتشات منتخب مصر لكرة اليد هتكون معاكسة لماتشات في الأيام المعاكسة لماتشات منتخب مصر لكرة القدم اللي هيلعب برضه بطولة أفريقيا. فعلشان الجمهور يجي وعشان الجمهور يحضر، لأن برضه الاتحاد والمنتخب بيدور على العنصر الخامس في الدايرة اللي أنا قلتها أو في المنظومة اللي أنا قلتها، عنصر الجمهور العنصر الأهم. منتخبات كتير خلي بالكوا جاية عينيها على تذكرة التأهل لباريس، عينيها على تحقيق اللقب، كل دي عوامل، دي عوامل صعوبة برضه، كل دي عوامل صعوبة لمنتخبنا. لازم المدرجات تكون مليانة،
بشكل كبير في المباريات خصوصا منتخب مصر، خصوصا في الادوار بقى الاقصائيه والنهائيه. اتمنى اشوف كل المدرجات سولد اوت كومبليت، علشان هو ده لو اتكلمنا كده حرفيا يعني بلغه كره اليد، اللاعب رقم 8 في الملعب. ده هم 7 لعيبه في الملعب، 6 وحارس مرمى، انت اللاعب رقم 8، الجمهور اللي بتزق السبعه دول للفوز. ده غير طبعا الديسك، انت بتزق دول للفوز. انت كجمهور ادعم بلدك، شجع منتخب مصر لكره اليد. مصر في انتظار جمهورها العظيم، جمهورها العاشق لعالم بلاده. سؤال حلقه النهارده: من اللاعب الذي تتوقع تألقه مع منتخب مصر لكره اليد في بطوله افريقيا بالقاهره؟ شوف كده توقعاتكم. سامي علي بيقول: اسعد الله مساءك كابتن ابراهيم. بكل امانه يمتلك منتخب مصر لكره اليد نخبه من افضل لاعبي كره اليد في العالم، وعلى المستوى الشخصي اتوقع تألق كل اللاعبين ولا استثني منهم احدا. اتمنى كل التوفيق لهذا الجيل الرائع والحصول على البطوله الافريقيه، واحلم ان يتوج هذا الجيل بذهبيه اولمبياد باريس 2024. يا رب يا سامح، والله يا رب. محمد عبد المحسن بيقول: مساء الخير يا كابتن ابراهيم، اولا احييك على برنامج ملاعب الابطال الوحيد الذي يغطي اهتمامنا باللعبات القيمه اللي بتجيب لمصر الميداليات والبطولات سواء كانت جماعيه او فرديه، وفعلا هي العاب الابطال. اشكرك جدا يا محمد. يحيى بيتوقع طبعا، يحيى الدرع، احمد عادل لاعب الدايره، يحيى خالد لا يزال متاثر بعد اصابه طويله، وكذلك حسن قداح. اتمنى ان شاء الله ربنا يشفيهم ويرجعوا للملاعب تاني ان شاء الله. شكرا محمد عبد المحسن. عاطف عزيز بيقول: مساء الخير يا كابتن ابراهيم، اتوقع تالق اللاعب مازن رضا لاعب نادي الزمالك. مازن عمل ماتش هايل مع النرويج بصراحه، يعني عمل ماتش هايل وملا مكانه صح. محمود جمعه بيقول: احمد هشام سيسا طبعا لاعب قوي، ده كان اخر حاجه معانا. و لاعبتنا كلهم، لعبتنا كلهم رجاله، واتوقع تالق كل المنتخب ان شاء الله. كل يوم بيكون معانا اسطوره من اساطير الرياضه العالميه، واسطوره النهارده هو شو هي اونو، لاعب الجودو الياباني صاحب المسيره الطويله من الانجازات والنجاحات. تعالوا نتعرف على ابرز انجازاته ونرجع تاني. أخبار كتير في حلقتنا النهاردة، تعالوا نبدأها بالعناوين. منتخب كرة اليد يدخل معسكره الأخير استعدادا لبطولة أفريقيا. منتخب رواندا يصل القاهرة للمشاركة في أمم أفريقيا لكرة اليد. منتخب الشباب لكرة اليد يتعادل مع الكونغو الديمقراطية وديا. الألماني هنريك وود مديرا فنيا لمنتخب كرة السلة. منتخب الكاراتيه يستعد للمشاركة في الدوري العالمي بفرنسا.
ميار شريف تودع منافسات الفردي ببطولة هوبارت للتنس. الجمباز يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن استضافة بطولة العالم. لوب وإغناسيو يفوزان بالمرحلة الرابعة من رالي داكار. كارولين تفوز على تايلا بيرستون في بطولة أديال للتنس. كلورادو يفوز على بوستون في دوري هوكي الجليد الأمريكي. دالاس يفوز برباعية على مينيسوتا في دوري هوكي الجليد الأمريكي. نبدا تفاصيل اخبارنا النهارده من كره اليد. المنتخب الوطني لكره اليد بقياده المدير الفني الاسباني خوان كارلوس باستور حصل على راحه النهارده بعد ختام مشاركته في منافسات الدوري الذهبي التي اقيمت مؤخرا في الدنمارك. المنتخب هيعود غدا الاربعاء للمعسكر من جديد وهيخوض مباراه وديه اخيره امام منتخب الكونغو الديمقراطيه يوم الجمعه المقبل، وطبعا ده قبل المشاركه في بطوله كاس الامم الافريقيه. نفكر حضراتكم كده بمجموعة المنتخب اللي بتضم غينيا والكاميرون والكونغو برازافيل. مباريات المنتخب هتكون كالتالي: يوم الأربعاء 17 يناير إن شاء الله مصر في مواجهة غينيا الساعة 8 مساء، الجمعة 19 يناير مصر في مواجهة الكونغو كونغو برازافيل في تمام الساعة 6 مساء، الأحد 21 يناير مصر والكاميرون الساعة 6 مساء. المباراة الودية بقى اللي هياخدها منتخبنا الوطني أمام الكونغو الديمقراطية تقام على صالة واحد بمجمع الصالات المغطاة، ودي الصالة اللي هتستضيف مباريات منتخب مصر في البطولة، وطبعا هتكون البروفة الأخيرة على أرضية هذه الصالة. ومنتخبنا كمان هيرتدي زي جديد إن شاء الله في بطولة أمم أفريقيا، وتيشرت جديد طبعا من تصميم احدى الشركات العالميه. ده شكل التيشيرت للمنتخب المصري، احمر والاسود طبعا والوان علم مصر بالتاكيد. هتكون منوره صاله استاد القاهره، هتكون ان شاء الله باذن الله كده يعني يحمل لاعبين الكاس ويبقى الكاس ان شاء الله في الاراضي المصريه. لسه مع اخبار بطوله افريقيا، وصلت النهارده للقاهره بعثه منتخب رواندا للمشاركه في منافسات بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد اللي تقام من 17 حتى 27 يناير الجاري. بعثه منتخب رواندا وصلت الى القاهره وتم تسكنهم في مقر الاقامه، وهيخوضوا تدريباتهم في مجمع الصالات المغطاه باستاد القاهره. منتخب رواندا طبعا بيلعب ضمن منافسات المجموعه الاولى مع كاب فيردي والكونغو الديمقراطيه وزامبيا. وبالمناسبه منتخب رواندا بيسجل اول مشاركه ليه في تاريخه ببطولات كاس الامم الافريقيه. يعني اتحاد كره اليد في رواندا انضم للاتحاد الدولي عام 92 لكنه لم يسبق له المشاركه في بطوله كاس امم افريقيا، ودي اول مشاركة ليهم. بنتمنى لهم التوفيق بالطبع. ورواندا من الدول اللي بدأت مؤخرا تهتم بالألعاب الجماعية
ويبدو أن هناك اهتمام كبير خاص بملف كرة اليد في رواندا، خصوصا أنهم حصلوا على حق استضافة النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا لكرة اليد 2026. رواندا فعلا بدأت تهتم بالألعاب الجماعية حتى على مستوى كرة السلة، نهائيات البال بتكون في رواندا. طيب من كرة اليد أيضا، منتخب الشباب مواليد 2004 بقيادة الكابتن طارق محروس المدير الفني تعادل مع منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28-28 في المباراة الودية اللي جمعت بينهم اليوم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي. منتخب الشباب يخوض استعدادات قوية للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية اللي هتقام في غانا خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس المقبل. منتخب الشباب كمان بيستعد للمشاركة في منافسات دورة الاستعدادات الدولية الودية اللي هتقام خلال الفترة من 10 وحتى 13 يناير الجاري. المنتخب أعلن النهاردة قائمة اللاعبين وضمت كل من أحمد عبد الرحيم، يوسف ناجي، يوسف وليد، أحمد طغيان، يوسف أحمد، معاذ عزب، وأمين حسين، ياسر عبد المنعم، عمر يوسف، زياد عبد الرحيم، وأحمد أسامة، محمد عماد، عمر صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، عمر غزلان، أحمد حسن، علي ماجد، محمد مؤمن، بلال إبراهيم، عمر مصطفى، أحمد عجلان، ودول طبعا قائمة منتخب مواليد 2004. المنتخب هيخوض مباراتين في دورة استعدادات الأولى أمام منتخب رومانيا يوم الخميس، والمباراة الثانية أمام منتخب المجر يوم السبت، وفي مباراة بكرة ودية أمام منتخب المجر على صالة 2 في استاد القاهرة. ورجوعا بقى للكونغو، منتخب الكونغو خاض المباراة ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية اللي هتستضيفها القاهرة خلال الأيام المقبلة. منتخب الكونغو الديمقراطية كان شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية لأول مرة عام 92، وأفضل مركز حققه كان الرابع، مركز الرابع في نسخة 92 ونسخة 2010. منتخب الكونغو الديمقراطية بيلعب ضمن منافسات المجموعة الأولى مع منتخبات كاب فيردي ورواندا وزامبيا. نسيب بقى كرة اليد ونروح لكرة السلة. اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور ماجدة أبو فريخة أعلن النهاردة التعاقد مع المدير الفني الألماني هنريك رودل لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني خلفا للمدير الفني السابق الكندي روي رانا. المدير الفني الالماني هنريك غودل، بحاول انطقها بالالماني كمان، سبق لي تدريب في الدوري المصري طبعا من بوابه نادي الاتحاد السكندري، ولكن رحل بسبب سوء النتائج، وهو واحد من الاسماء الكبيره في عالم التدريب في كره السله. هنريك من مواليد 4 مارس 69 ويمتلك مسيره طويله مع المنتخب الالماني كلاعب من خلال مشاركته في 178 مباراة خاضها مع منتخب ألمانيا، وكان عنصر مؤثر وهام في تلك المباريات، وفاز خلال الفترة دي ببرونزية بطولة العالم في أمريكا عام 2002 وذهبية بطولة أوروبا في ألمانيا عام 93. كمان تولى تدريب العديد من الفرق أبرزها ألبا برلين الألماني، وده النادي اللي قضى في معظم مسيرته كلاعب بالإضافة لفريق ترك سبورت التركي وفريق الاتحاد السكندري المصري. طبعا الاتحاد كان انهى مؤخرا علاقته التعاقديه مع المدير الفني الكندي روي رانا بسبب شروط التفرغ والاتفاق مع المدير الفني الالماني ضمن شروط العقد بانه يكون متفرغ بشكل اساسي مع المنتخب. ومنتخبنا كان حصد مؤخرا كمان اللقب البطوله العربيه تحت قياده المدير الفني المصري وائل بدر، ولكن مجلس الاداره ليه وجهه نظر ان المنتخب محتاج مدير فني اجنبي خلال الفتره المقبله، وخصوصا ان الفريق مقبل على او منتخب مقبل على مشاركه منتظره في ملحق التصفيات العالمي المؤهل لباريس 2024. كل التوفيق لمنتخب مصر لكره السله خلال الفتره اللي جايه، وان شاء الله ينجح في مهمه التاهل لباريس 24 من خلال التصفيات العالميه او النسخه العالميه، وان كانت المهمه صعبه ولكن ليست مستحيله. بكده تكون خلصت تفاصيل اخبار العابنا الجماعيه، لسه معانا تفاصيل الالعاب الفرديه. Everything comes down to this moment. Big Bobby!
من الكاراتيه، المنتخب الوطني للكاراتيه بيخوض حاليا استعدادات قويه للمشاركه في منافسات الدوري العالمي والتي تقام في فرنسا خلال الفتره من 24 وحتى 29 يناير الجاري. المنتخب هيشارك في البطوله بقائمه بتضم 3 لاعبين و3 لاعبات، هم عبد الله ممدوح، يوسف عماد، طه طارق، ريم احمد، نورسين محمد، ومن شعبان. منتخبنا هيكون في طبعا لاعبين تانيين. منتخبنا حاليا بيخوض استعدادات قويه في المركز الاولمبي بالمعادي، والهدف بالتاكيد هو حصد كاس البطوله. خلونا نطمن على منتخبنا، منتخب الكاراتيه المصري بشكل عام، من الكابتن محمد ضهراوي ورئيس اتحاد الكاراتيه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، ازي ما عليك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه واخبار لاعبتنا ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طيب الامور بتسير ازاي يعني اثناء الاستعدادات للمنتخب طبعا للمشاركه في واحد من الدوريات القويه، الدوري العالمي طبعا، واحد من يعني البوابات الكبرى في الكاراتيه. وطبعا بعد رجوعنا من بطوله العالم وحصولنا على المركز الثاني بعد اليابان، اول بطوله دوليه اللي هي البريمير ليج الدوري العالمي للكبار، اشتركنا فيه ب6 لاعبين، 3 بنين و3 بنات، اللي هم جايبين الميداليات في بطوله العالم فردي، يوسف عماد وعبد الله ممدوح وطه، وعندنا ريم، وعندنا نورسين، وعندنا منى شعبان، والحمد لله رب العالمين في معسكر دائم داخل المركز الاولمبي استعداد للبريمير ليج، وان شاء الله يحصدوا على الميداليات باذن الله تعالى كالعاده عشان يزودوا التصنيف الدولي بتاعهم بالنسبه للاتحاد الدولي اللي هو الرانك. وطبعا في استعداد جامد للفريق بالكامل كاتا وكوموتيه، لان المنتخب القومي مشترك في دوره الالعاب الافريقيه في غانا ان شاء الله في شهر مارس، فبنستعد بقوه لان طبعا دوره الالعاب بتفرق كتير جدا لمصر، فالاتحاد المصري للكاراتيه حريص على انه يكون صاحب نصيب الاسد في الميداليات الذهبيه عشان خاطر يقدر يرفع من اسهم مصر في الترتيب العام. تمام، يعني الهدف من المشاركه في البطوله هو طبعا زياده الرانك او زياده التصنيف العالمي للاعبينا. بالظبط ان شاء الله. تمام، هنطمن بقى على المشاركه في دوره الالعاب الافريقيه، هل المشاركه هتكون بالكوتا كامله بكل اللاعبين سواء في الفرد او في الفرق او في طبعا على مستوى الكاتا والكوموتيه؟ طبعا الكاراتيه له اسم كبير في افريقيا والعالم، فاحنا ان شاء الله قدمنا القائمه للجنه الاولمبيه بجميع الاوزان، 5 اوزان بنين و5 اوزان بنات بالنسبه للكوميتيه، وفردي كاتا بنين وفردي بنات يبقى 12 ميزان 12 ميداليه يعني، وان شاء الله عندنا الكاتا الجماعي بنين والكاتا الجماعي بنات ان شاء الله تعالى باذن الله. تمام، طيب عايزين نطمن كده على عناصر المنتخب بشكل عام، هل الامور ماشيه كويس بدنيا، جاهزين؟ الحمد لله، الحمد لله ما فيش اصابات ولا اي حاجه. لا الحمد لله، الحمد لله، وعاملين برضو اجهزات على اعلى مستوى، عندنا جهاز كامل، سواء فيتنس موجود، سواء تغذيه موجود، اصابات ملاعب موجود، منتال موجود، بخلاف المهاري اللي موجود معانا. الحمد لله رب العالمين، الجهاز على اعلى مستوى، واللعيبه كلها الحمد لله روحها المعنويه مرتفعه عشان عايزه تثبت انها اول دوره للالعاب الافريقيه ان شاء الله. دايما الكاراتيه المصري بيفرحنا بابطاله وبميدالياته، ويعني بكل في كل بطوله دايما بنروح عارفين ومتاكدين من لاعبتنا كلهم بصراحه، يعني احنا الدوله بالكامل ودعم الاعلام اللي هو مهتم بالالعاب الفرديه وباتحاد الكاراتيه خاصه، بنشكركم جزيل الشكر. واحنا بنشكر حضرتك جدا كابتن محمد ضهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، ودايما الكاراتيه المصري بصراحه يعني ليه علامه مش في افريقيا بقى ولا مستوى الوطن العربي، لا علامه عالميه اولمبيه طبعا. من الكاراتيه ده هنروح بقى للتنس. ميار شريف لاعبه منتخبنا الوطني للتنس ودعت منافسات الفردي في بطوله هوبرت للتنس في الدور 32 بعد ما خسرت مباراتها الاولى امام اللاعبه الامريكيه كارولين دولي هايند بمجموعتين دون رد 6-4 و6-1. ميار ودعت منافسات الفردي لكنها ما زالت مستمرة في منافسات الزوجي مع اللاعبة الأرجنتينية ناديا بودروسكا. ميار كانت حققت الفوز مع زميلتها الأرجنتينية على الزوجي المكون من لاعبة تشيلي وفانج تشيان والروسية يانا سيسكوفا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 10-6 و1-6 و6-1 و1-6 و1-6 7-5. ميار هي وزميلتها هيخوضوا مباراه قويه الخميس المقبل امام الزوجي المكون من الاوكرانيه ناديا كيتشنوك ولاعبه كازاخستان انا دالينينا.
دانييل لينا في الدور الربع النهائي. كل التوفيق ان شاء الله لبطلتنا ميار شريف، وان شاء الله نشوفها على منصات تتويج في بطولة هوبرت الدولية للتنس. لسه مع التنس او من التنس هنروح للجمباز. اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين هيعقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة الموافق 19 يناير للحديث عن كواليس استضافة منافسات بطولة العالم للجمباز الفني واللي هتقام شهر فبراير المقبل والمؤهلة للمشاركة في أولمبياد باريس 24. البطولة هتشهد مشاركة 70 دولة وهتقام على مجمع الصالات المغطاة في مدينة نصر، وهيشارك فيها منتخبنا بقائمة بتضم 6 لاعبين و4 لاعبات. مهمة جدا جدا البطولة دي بصراحة. تفاصيل أكتر بقى هنعرفها من الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، واهلا بالساده المشاهدين جميعا يا فندم. طبعا اهميه البطوله احنا بنتكلم فيها انها مؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه باريس. طبعا كاس العالم السنه دي ان شاء الله 2024 هو رابع كاس عالم احنا نستضيفه مصر ضمن سلسله كاسات العالم المؤهله لاولمبيات باريس عن طريق فردي الاجهزه. والحقيقه السنه دي البطوله هي اولى البطولات في السلسله، وهتعقد 15 فبراير القادم ان شاء الله حفله. دكتور هي بطوله كاس عالم ولا بطوله عالم بس عشان نصحح؟ بطوله كأس العالم. تمام فردي الاجهزه. تمام. طبعا دي بيبقى فيها فرصه كبيره جدا لاتنين من على كل جهاز يتاهلوا، يعني بموجب 12 لاعب وثمان لاعبات. طبعا البطوله دي مهمه جدا. السنه دي سجل في البطوله 72 دوله، الكونفيرمد ان هم جايين 64 حتى الان، واحنا متوقعين برضو ان العدد يزيد، وده اعلى رقم مشاركه من عدد دول تم خلال سلسله كاسات العالم السابقه. يعني يمكن احنا اول واحده بداناها كنا 17 دوله. تمام. الثانيه كنا حوالي حاجه و20، الثالثه السنه او 30، السنه اللي فاتت كنا 40، السنة دي ما شاء الله يعني إقبال كبير جدا، وده طبعا الحمد لله للسمعة الطيبة اللي ظهرت خلال كاسات العالم والريبيتيشن اللي جاي للدول العالم كلها من استضافة وتنظيم مصر، والراحة والأمان اللي كانت موجودة وجميع الفاسيلتيز على أعلى مستوى اللي موجودة الحمد لله في البطولة. البطولة طيب. السنة دي قوية جدا 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 جدا، أقوى بطولة فيها أقوى منتخبات في العالم، أمريكا، اليابان، منتخب اليابان جاي كامل اللي هم يعتبروا أقوى في العالم حاليا، هم اللي حاصلين على المركز الأول في بطولة العالم الأخيرة من 3 شهور. فيعني البطولة السنة دي قوية جدا، أبطال العالم على كل الأجهزة ناس أول مرة تيجي مصر، أبطال كلهم جايين يتنافسوا في كايرو وورلد كاب إن شاء الله 2024 للحصول على فرصه للذهاب للاولمبياد. دايما يا دكتور لما بيكون في بطوله كاس عالم في مصر، ودايما بنشوف كل مره حاجه جديده في التنظيم، بنشوف حاجه جديده في الافتتاح، بنشوف يعني تنظيم رائع. هل هيكون في حاجه جديده عن المرات اللي فاتت في تنظيم البطوله بشكل عام؟ طبعا. بص حضرتك، احنا الهدف طول عمرنا من حفل الافتتاح مش ان اتحاد الجمباز يعمل شو او بروباجندا او حفله وخلاص للاوبننج. يعني احنا الاوبننج بتاع البطوله ليه هدف، وهدف واضح جدا ان احنا اشراك اكبر عدد من ابطال الجمباز وبراعم الجمباز على مستوى مصر ان هم يحضروا هذا الحدث ويشاركوا في هذا الحدث. لما يبقى عندي النهارده ابطال الجمباز الخمسين الاوائل ولاد وبنات في مرحلة مثلا تحت 9 و10 و11 و12 و13، ويجوا الخمسين الأوائل ولاد وبنات من كل الفروع ويشتركوا معانا في البطولة. ده الهدف الأساسي، إن أنا بربي الجيل ده كله على أهمية البطولة في هذا المستوى العالي، يعني إيه أبطال عالم؟ صح. أعلمه الكلام ده وهو عنده 9 و10 و11 سنة. هو ده الهدف الأساسي لاشتراك لعيبة الجمباز وعمل الأوبننج. كانت جميلة جدا في كاس العالم اللي فات بصراحة، وكانت جزء معنوي حلو للأطفال دول إن أنا شاركت في بطولة عالم فكسرت الحاجز النفسي حتى لو في الافتتاح. يعني أنا الولاد والبنات ماشيين بالتيشيرت بتاعت كاس العالم بتاعت السنة اللي فاتت في شنطة تمرينهم. تمام. طبعا أنا في ولاد بيقابلوني
بلاقيهم بيفتحوا الشنطه بيقولوا لي بص التيشيرت انا كنت في كاس العالم، انا اتصورت مع حضرتك. عامله امل وطموح للولاد كبير جدا جدا، واللي خلانا نطور هذا الموضوع بشكل اكبر السنه دي لعدد اكبر من الولاد والبنات اللي هيشترك في حفل الافتتاح. كويس جدا. برضه جايبين الموسيقار خرمه اللي فعلا المزيكا بتاعته بتقدم نوع راقي جدا من السيمفونيه او العزف اللي احنا بنفتقده في الزمن اللي احنا موجودين. دي من الحاجات اللي عجبتني في الافتتاح بصراحه الموسيقار هشام خرمه يعني. احنا بنتكلم ما بين الرياضه والطموح والرقي. جميل جدا. طيب هو ده الهدف بتاعنا. جميل جدا يا دكتور. عاملين شكل جديد للاوبننج باشتراك ابطال الجمباز زي ما قلت لحضرتك، وايضا بعض العروض اللي هيتخللها من ابطال الجمباز الايروبيك او بطلاتنا للجمباز الايطالي. تمام، شكرا دكتور. ولكن قبل ما نختم سؤال سريع، توقعاتك لمشاركه لاعبينا، كم لاعب تقريبا ان شاء الله ممكن يؤهل؟ ان شاء الله عندنا ستة في الرجال واربعه في النساء، واحنا ان شاء الله باذن الله بننافس على التاهل على اربع اجهزه ان شاء الله. شكرا دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وكل التوفيق لابطالنا ان شاء الله في كاس العالم في مصر ان شاء الله. بكده خلصت تفاصيل العابنا الفرديه، لسه معانا تفاصيل الرياضه العالميه. ريفي تاب للعام العاشر على التوالي، انجاز مصري بايادي مصريه وبسائقين مصريين ومشاركات دوليه في ارض مصر من خلال ريفي تاب للسرعه والدريفت. معاهم حضراتكم صاحب البطوله والمنظم العام كابتن سامي عبد الله. ازيك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. وحشنا، بقالنا كتير ما تقابلناش. تقريبا. صح بس دايما انت بتيجي ومعاك بقى الجديد كله في سباقات السرعه وفي الدريفت وفي البطولة اللي كل سنة بتلبس توب جديد. مظبوط. صح؟ مظبوط. السنة دي كانت ممكن مختلفة شوية بسبب الظروف الاقتصادية، ولا الدنيا كانت ايه الأخبار؟ احنا مرينا بظروف اقتصادية صعبة السنة دي طبعًا على البلد كلها. واحنا تأثرنا بيها بحكم إن الكوميونيتي بتاعنا مصاريفه كتير. المتسابق مش بيشتغل على نفسه بس، المتسابق بيشتغل على نفسه وبيشتغل على عربيته وبيشتغل على التأهيل النفسي اللي هو بيعمله. المتسابقين عندنا عشان تنزل الدقيقتين اللي حضراتكم شفتوهم بيقعد لا يقل عن شهرين ثلاثة تدريب. التدريبات ديت تكلفة، سبونسر لو معاه بيسند جزء مش 100%، لو معهوش فهو مطلع كل حاجة من جيبه. العربيات عشان تنزل طبعا كلنا أعلم دلوقتي الكاوتش وصل أسعاره كام، والعربيات ديت أغلبيتها مش ماشية بنزين. أغلبيتها ماشية بمادة اسمها إيثانول، فطبعا الايثانول اللي بكتير. طبعا بكتير. فحضرتك عشان تتصور تدريب مش ايفنت، انا ما بتكلمش على ايفنت، الايفنت الدقيقتين بتاع ده كوست، واللي هو بيصرفه في التدريب ده كوست تاني خالص عالي جدا. فان احنا نعدي الحمد لله السنه اللي فاتت بان احنا نعمل الجولات بتاعتنا كامله، وان الحمد لله يبقى نسبه المشتركين عندنا تتعدى النسبه اللي هي بتبقى موجوده كل سنه، فده كان انجاز، وانجاز كبير كمان. يعني بصراحة قدرت السنة دي تكمل موسم طويل وفي إنجازات، واختتم كمان بنهاية ولا أروع بصراحة يعني. الحمد لله. ختام كان جيد، وكل زي ما قلت في البداية شكل البطولة كل سنة عن سنة بيلبس توب جديد، بيلبس منافسات جديدة، بنشوف درجات صعوبة جديدة حتى بيتخطوها السائقين في البطولة. لا، في جديد السنه دي كمان عندك، وفي مظبوط شغل جديد. عايزين نعرف كل يعني كل الكواليس. مظبوط. طبعا يعني انا في الاول انا عايز اشكر المتسابقين. تمام. المتسابقين فعلا يعني هم الوقود بتاع الموتور سبورت، من غيرهم
احنا مفيش بطولة، مفيش جمهور هيمشي مبسوط، مفيش تراك، مفيش حلبة، مفيش الكلام اللي احنا عمالين نعلى عليه زي ما انت شايف دلوقتي. تمام. المتسابقين بذلت كل قوتها وكل قدراتها عشان تطلع البطولة بالمنظر اللي حضرتك شايفه، وبالتالي انا كمنظم عام لما الاقي المتسابقين عندي شغالين على نفسهم وبيرتقوا بمستواهم وبيطلعوا بالمستوى ده، فلازم انا كمان كصاحب بطولة لازم ارتقي. طيب الارتقاء بيبقى عبارة عن ايه؟ الارتقاء بيبقى في مستوى البطولة، في مستوى الدول العربية المشاركة، ان انا ادعم الدول العربية اللي تيجي واعمل لهم دعوات عن طريق وزارة الشباب والرياضة ونادي السيارات، ويتبعت لهم خطابات رسمية عشان يجوا، وابتدي ان انا اعلي منظومة السيفتي عندي. كويس. والسنة دي انا عليت منظومة السيفتي، خرجت بره كل التوقعات. احنا عندنا السيفتي بيبقى درجات. السنة دي طبعا كان في بطولة جديدة أول مرة كنت أعملها، كنت بعمل تدريبات صغيرة منها توين دريفت. توين دريفت المقصود بالكلمة ديت عربيتين بيخشوا التراك مع بعض، هما الاتنين منزلقين مع بعض. انزلاق مش سباق بالوجه. عشان الناس تفهم يعني ايه توين دريفت لازم تتفرج ولازم تشوف ولازم تعرف مدى الصعوبة. احنا شفنا جزء دلوقتي كده منها، ويعني جزء صغير. احنا عدينا على جزء بس مش ده التوين دريفت، احنا عدينا ده كده. مش ده بيبقوا عربيتين مع بعض. السيمي برو هو لسه كده بيتأهل لوحده، نازل لوحده عشان نعرف نحط مين مع مين ومين مع مين. تمام. فكده هو لوحده بيعدي في الزون بتاعته، الزون ديت ليها منطقة مين إلى. خدها كلها مظبوط بياخد الفول بوينت بتاعها. تمام. كده بقى احنا ابتدينا في التوين دريفت. التوين دريفت كده. التوين دريفت كده العربيتين، بص العربيتين بيبقوا عاملين ازاي؟ متلاصقتين، لازقين في بعض، كل ما بيقربوا من بعض كل ما اللي ورا بياخد درجات، كل ما اللي قدام بيبعد هو اللي بياخد درجات. بنبتدي بقى هنا التوين دريفت مرحلة الصعوبة والثبات الانفعالي والتوافق العضلي العصبي. ليه؟ لأن أي غلطة من أي متسابق خلاص راحت الدنيا. العربيتين مش عربية واحدة. طبعًا. الاتنين راحوا. طبعًا. فده يدل مش الكلام ده مش ثانية. الكلام ده نتيجة تدريب أشهر إن ما كانش سنوات. طبعا. يعني المتسابق اللي احنا لسه شايفينه كريم هاني، كريم هاني ده متسابق أول مرة كان ينزل. احنا معانا دلوقتي اتنين متسابقين من القدامى. اللي كان قبليه كان المتسابقين من ضمنهم واحد قديم واحد جديد. طيب عشان تنزل دول طبقا للمستوى، انت ما بتجيبش اعتباطا أي حد، طبقا للمستوى وطبقا للنقط وطبقا للسيمي برو اللي حصل ما بينهم. دول كده البرو، البرو إن هما الاتنين بيخشوا مع بعض. طبعا في حاجات بقى بتحصل، ان في سخونه بتحصل بتاع، يحصل تلامس، نسبه الدخان اللي انت شايفه العربيه اختفت. المتسابق اللي وراه هو شايفه، ولو مش شايفه بعينه فهو مقدر مسافته، مسافه معاه ما بينه وما بينه، وبيبتدوا يقلبوا الاتنين مع بعض في منطقه زون معينه عشان يقدر يحقق التارجت بتاع ان هو يخلص خروج امن. موضوع صعب قوي جدا بجد والله. لا لا صعب جدا جدا يعني. ده كده الكار بارك اللي احنا شايفينه على الشاشه دلوقتي. ده متسابق سوري داخل كار بارك. كار بارك يعني اوردرات معينه بيخش عليها بيثبت مهاراته فيها. برسم الرسمه، الرسمه مكونه من 8 ل 9 اوردرات. تمام. بيخش المطلوب منه ان هو يقرب من الاوردرات ويجتازها بدون ما يخبط اي حاجه، وبناء عليه بيقيم لجنه التحكيم اللي هي جايه من الدول العربيه. حلو قوي. لجنه التحكيم عندي من الكويت، من السعودية، ومن الأردن. التلاتة كل واحد بطل في بلده. حلو أوي. فبيجي بيحكم النهائي عندي عشان خاطر مفيش حد من الناس اللي موجودة يقول إن في حد منحاز لحد أو أيا كان، رغم إن عندنا النزاهة في لجنة التحكيم سواء مصرية أو عربية أو أجنبية تبقى 100% ما فيهاش محال. إحنا شفنا كده الحواجز، طبعًا الحواجز البلاستيكية عارفينها، إنما في حواجز خرسانية. ما دي اول مره بقى. انتوا بانيينها ولا هي موجوده في المكان اصلا في الـ في الـ لا هي مش موجوده. انا قعدت اشتغلت عليها 4 اشهر. 4 اشهر بنصب 100 خرسانه. يا الله. ال 100 خرسانه ديت وزن الواحده تجاوزت الطن الا ربع. طب ثبتوها في نفس المكان ولا نقلتوها؟ بتتنقل على طول. دي بتتغير، دي متغيرات. أيوة. بتتغير طبقا لرسمه التراك. دي اتعملت مخصوصا عشان نعلي مستوى السيفتي، عشان زي ما انا قلت لك بقى في عربيتين متلاصقتين. فلو لا قدر الله بعد الشر حصل حاجه ما يعدوش منطقة الزون ويخشوا في الجمهور. مش في الجمهور. لا يبقى يقف في مكانه. علينا مستوى السيفتي. الخرسانات دي انا استغربت، انا اول مرة اشوفها. عشان تتنقل احنا قعدنا من حوالي اسبوع لعشر ايام بنهندلها في مكانها. وطبعا كان في هالك عشان تحطها في الارض. بتتكسر بيها وبتروح هناك ترممها، واللي باظ تصلحه وتدهن. كانت قصة.
لان انا اول مره اشوفها بصراحه. انا عارفين الحواجز البلاستيك، لا لا انما الخرسانه دي، فانا قلت اكيد يعني ما الموضوع عشان الجمهور كمان، الجمهور اللي احنا شايفينه بقى وشفناه من شويه، لا العمليه زادت ما شاء الله. تمام. ريفي طبق ليها جمهور دلوقتي منتظم، مظبوط، خلاص بيشوف البطوله امتى، بيحجز التيكت بتاعته، بيروح هو وولاده بيتفرجوا، ومنهم ناس بتلعب بعد كده. مظبوط، ده يوم عائلي كامل. صح، احنا عندنا الاعمار متفاوته من 7 سنين لستين وسبعين سنه بيجي، لان بقى عندنا في مشاركات للاطفال الجونيور. فكده كده الطفل جايب اصدقائه وجايب عيلته عشان يتفرجوا عليه. طبعا ما بينزلش بعربيه زي اللي حضرتك شايفها، بينزل بعربيه مخصصه ليه، جايبين 6 عربيات من دبي. ال6 عربيات دي شبه البيتش باجي، ليها رول كيج مؤمن للطفل، حتى لو لا قدر الله العربيه جت على جنبها واتقلبت، الطفل محمي بنسبه 100%. حلو قوي. وشفنا طبعا في البطوله الاخيره طبعا تواجد، طبعا غير التواجد الجمهوري، شوف يعني ما شاء الله بدا الجماهير فعلا، لا خلاص بدات يعني الناس بتنبسط بالبريفي تاب دلوقتي. واخر نسخه شفنا كده تواجد معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وكان قاعد سعيد جدا باللي بيشوفه، كان قاعد سعيد جدا يعني، شفنا الصور شفنا الفيديوز، لا لقيته مبسوط. الدكتور اشرف صبحي طبعا يعني اخ كبير واب روحي للرياضه. الدكتور اشرف صبحي في الحمد لله ثقه متبادله، مش اول مره نعرف بعض. الحمد لله كان في معرفه من ايام هيئه الاستاد. الدكتور اشرف صبحي لما شرفني المره دي ادى دفعه وروح معنويه للمتسابقين اللي كانوا موجودين. كويس. وزير الشباب والرياضه عندك بيقول للمتسابقين برافو عليكم، الف مبروك، كملوا. دي لوحدها سبورت ليك ان انت تبقى عارف انت بتعمل ايه، ان انت ماشي على طريق صح، مش زي ما بيتقال على الشباب دول بره دول ناس بتخمس وبتجري. لا، مفيش اكتر من رمز وزير الشباب والرياضه ان يتكلم عنهم ويكرمهم بنفسه. معالي وزير الشباب والرياضه في حاجه جميله جدا عملها، ان هو لما وقف معايا قال لي احنا مع بعض ان شاء الله في اي حاجه. حلو قوي. مع الشباب في اي حاجه، اللي عايز اي حاجه بابي مفتوح له، اللي محتاج اي حاجه احنا موجودين. ومش هو بس، هو ونادي السيارات والرحلات المصري من اول رئيس مجلس الاداره المستشار علي لغايه استاذ وائل عبد الجليل، استاذ محمد عسكر، استاذ رؤوف جعفر، الناس دي كلها معنيه بالرياضه سواء وزاره او نادي، همهم كلهم الصالح العام للمتسابق والمنظمين. لما الهيئات الحكوميه بتيجي وبتحضر بتزود ثقل البطوله وبتزود ثقل وثقه المتسابق في نفسه. دي 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 دي, دي الحته بقى، الثقه نفسها. بالظبط. انا لما يجي لي وزير الشباب والرياضه، انا من فتره كنت بلعب، بنزل بسوق، بنزل اتسابق، وفي حد بيجي يتفرج عليا وخلاص، والموضوع بينتهي، باخد اول تاني تالت، ومفيش حضور رسمي. انما لما يكون في حضور رسمي من راس الرياضه في الدوله زي الدكتور اشرف صبحي، الموضوع بيكون فيه ثقه اكبر حتى للي بره المنافسه سواء في مصر او في الدول العربيه. مظبوط. ان لا ده وزير الشباب والرياضه في مصر هو داعم للموضوع ومد ثقه للموضوع. مظبوط. وسيادته شجع وكرم الناس اللي موجوده من الدول العربيه، كابتن نواف من الكويت، كابتن غسان من السعوديه، كابتن رأفت هارون، وقف واتكلم معاهم وقال لهم منورين في بلدكم الثانيه مصر، وان شاء الله مش اول واخر مره هتكونوا موجودين. دي لوحدها هتنقل ثقافات الدول العربيه ديت، تروح تقول ان معالي وزير الشباب والرياضه حضر البطوله، واحنا مستنيين المره الجايه مش هنبقى حكام، احنا عايزين ننزل متسابقين ننافس. حلو قوي، حلو قوي. طيب كل سنه تعمل حاجه جديده، يعني مثلا في السنه اللي فاتت كنت عامل ذا جيت، سباق ذا جيت، مظبوط؟ مظبوط. السنه دي عملنا توين دريفت. توين دريفت. في حاجه جديده جايه؟ طبعا. حصريات بقى كده. طبعا، عشان حصريات كمان حتى المتسابقين يعرفوها من دلوقتي يبداوا يشتغلوا عليها. طيب احنا الحمد لله زي ما معودين جمهورنا، وطبعا بالقناه الجميله اللي احنا فيها والكرو الجميل اللي دايما معانا سواء في ارض التراك والناس اللي بتشم دخان وكاوتش وعوادم لغايه المكان المحترم اللي انا بعتبره المنفذه بتاعتنا قدام العالم كله، والنافذه اللي نقدر نتكلم منها والناس كلها تعرف. احنا ان شاء الله باذن الله بنحضر لسباق جديد هيكون بدايته في 2024 السنه دي، دراج ريس. دراج ريس. دراج ريس هو عربيتين فاصلهم خط خرساني بيجروا جنب بعض مسافه حوالي ميل الا ربع. بنتكلم مثلا في حوالي 800 متر
كيلو حد اقصى على حسب امكانياتنا برضو والمكان اللي هيبقى متاح، وهتبقى متاحه لجميع العربيات اللي هيتوافق عليها من الفحص الفني. حلو. ودي يفتقدها شباب كتير قوي في مصر. شفناها في الافلام كتير، بالظبط بنشوفها في الافلام وبنشوفها في الشوارع. الشوارع بتلاقي الناس بتجري في الشوارع. طب ليه نقف بقى؟ زي ما احنا موفرين للناس الموهوبين والناس المحترفين تراك ومضمار، طيب هنوفر لكم مكان عايزين تجروا فيه، تعالوا بس معايير الامان. على الاقل اقل حاجه يوم ما حضرتك هتيجي تجتاز السرعه هتبص تلاقي حاجه بتوقفك، يوم ما هتيجي تخرج بره خط المسار هتلاقي حاجه بتوقفك. صح. مش لا سمح الله تخش تعرض حياه عيله للخطر او ناس اسر بتعدي الشارع وبتاع، لا، توفر عربيتك وتوفر امكانياتك لمكان هيبقى مجهز للدراج ريس، تيجي تجري خلصت الطاقه بتاعتك تمام كمل معانا. ودي الرساله اللي كل حلقه بتكون متواجد فيها معانا كابتن سامح بنوجهها للشباب، الشباب اللي بيحب السرعه بيحب الموتور سبورت بيحب سباقات السرعه بالعربيات، في مكان شرعي وفي بطوله شرعيه تقدر تطلع الطاقه بتاعتك وهي ريفيتاب. ودي الرساله اللي احنا دايما بنوجهها للشباب، بلاش الشارع، عندك كابتن سامح عبد القوي عندك ريفيتاب، روح ورينا بقى شطارتك ورينا قدراتك واكسب وهات اول وهات تاني بدل ما تلعب في الشارع من غير هدف. صح؟ مظبوط. ده اجمل حاجه في الرياضه عامه خصوصا رياضات الموتور سبورت. طيب دايما في بروتوكول تعاون مع الدول العربيه والمتسابقين والحكام العرب، في حاجه جديده جايه في الطريق برضو مع الدول العربيه بالنسبه للبطولات دي؟ مظبوط. احنا السنه اللي فاتت كنا ماشيين بدايه السنه كلها ان احنا سافرنا 4 دول عربيه، سافرنا الامارات، سافرنا السعوديه، سافرنا الاردن والكويت. تمام. السفريات ديت كانت ناتجه عنها اتفاقيات، الاتفاقيات ديت بتحصل كالاتي، ان احنا بنتفق مع الناس اللي مؤهله والناس اللي موجوده ومعنيه بهذه الرياضه ان احنا عايزين نعمل تعاون مشترك، تعاون مشترك مش بس ان متسابقينكم يجوا لنا واحنا نجي لكم، لا، التعاون مشترك ان احنا نبدل الثقافات، انت دلوقتي اخر التعديلات اللي عندك ايه؟ احنا اخر التعديلات اللي عندنا ايه؟ الفرق اللي انتوا واخدينها والحكام اللي عندكم المؤهلين بقى في كام حكم؟ طب ما تبعتوا لنا منهم يجوا يحكموا. تمام. نفس الكلام عندنا في كوادر في مصر، حكام ولجنه تحكيم وناس دارسه قوانين الاف اي اي كما ينبغي، اتفضلوا سافروا بره وعلى شرط، في ناس بتسافر على نفقتها الشخصيه. في ناس مش محتاجه ان هي تاخد اي دعم او سبورت، هي بتسافر عشان بتعلي من الليفل بتاعها، عشان تيجي مصر تخدم بلدها، تيجي مصر تدعم المنظومه الرياضيه الموتور سبورت في مصر. واساميهم كتير، انا بس مش عايز اقول اسم عشان ما بخس حق حد. تمام. الكلام ده كله ناقصه حاجه واحده بس، مضمار. تمام. هو ده اللي ناقصه، لكن ككوادر كمتسابقين كجمهور زي ما انت شفت كتحكيم كناس فنيين كل حاجه المنظومه الحمد لله كامله، بس احنا مشكلتنا احنا بننقل حاجتنا من مكان لمكان. يعني دي ارض توليب فاميلي بارك. تمام. رحنا هناك خلصنا هشيل حاجتي هتبقى الارض فاضيه واروح على مكان تاني، واتيفر مثلا الاستاد، ارض 111 ايا كان، اي تراك. خلاص الحاجه اتلمت من هنا. لكن لو المكان موجود والمكان ثابت، لا، انا بدل ما هيبقى في مكان واتنين، لا، انا هحط حاجتي، هزود خرساناتي، هحط ابراج اناره ثابته توفر لي الكوست بتاع الايجار كل مره. صح. احط مدرجات ثابته. لكن ايه المشكله؟ ان انت بالظبط احنا عاملين زي السيرك، بتحطه وبتشيله، تحطه وتشيله. فطبعا الكلام ده بيعمل هادر وبيعمل هالك وبيأثر على عدد السباقات عندي، لان انا لو حصل هالك معايا في سباق او اتنين بضطر جوله اوقف عشان اخد الكوست بتاعها اعمل ترميم للي فات. صح. ما هو انت عندك هالك هتجيب منين؟ انت كنت اتكلمت معايا المره اللي فاتت او اخر مره كنت معايا فيها ان كان هيكون في ارض في التجمع تقريبا او في حلبه في التجمع تكون ثابته، انت كنت بتتكلم معاه في حاجه زي كده او حصل؟ مظبوط. طب ايه اللي حصل فيها؟ اللي حصل ان انت حضرتك عارف طبعا ان في تصديقات وفي قرارات وفي اماكن بتتغير، فالارض ما توافقش عليها، رحنا مكان تاني. المكان التاني مستنيين موافقه الدوله. عشان انت لما بتيجي بتعلن عن مكان لازم المكان ده يبقى خاضع للشروط بتاعتك، يعني ما اجيش في منطقه سكنيه واقول لك هعمل حلبه. لا طبعا، صوت الفرقعه وبتعمل زي ضرب النار بالظبط. طبعا مفيش حد يستحمله، انا نفسي شخصيا لو قاعد في بيتي وفي فرقعه هعمل محضر ازعاج، لان انا مش هينفع. فشرط اساسي لازم المكان يكون بعيد عن المناطق المؤهله بالسكان. تمام. طيب لقينا المنطقه المؤهله بالسكان، تيجي تبص تقول لك لا، اصل ديت هتبقى منطقه في 2026 مؤهله فما ينفعش، هتشيلوها.
مش هتعمله، طب احنا عايزين مكان، وهكذا. منظومة احنا يعني مالناش يد فيها. بعد ما بتيجي وبتبذل جهد وبتلاقي المكان وبتاع، بتخش في التخطيط. صاحب المكان يقول لك لا انا مش هقدر، مش عايز ابيعه. فبنتحط في كذا موقف. دي المواقف اللي حصلت معايا انا شخصيا. تمام. طب مفيش كلام مع وزارة الشباب والرياضة مثلا ممكن تكون في مساعدة في الموضوع ده، ان يكون في ارض اصلا يعني ارض بكر زي ما بنقول، المناطق الصحراويه كتير في التجمع الخامس حتى طريق السويس، في مناطق لسه بكر، لسه ما العمران ما راحلهاش، وابدا اعمل فيها يعني الحلبه بتاعتي بالتعاون مع وزاره الشباب، او تكون تابعه لوزاره الشباب والرياضه مثلا. هو ده بقى جاري التنسيق معاه دلوقتي مع الدكتور اشرف صبحي، ان احنا مقدمين بروتوكول. البروتوكول دوت بتخصيص قطعه ارض تكون صالحه للموتور سبورت، وشرط اساسي طبعا تكون متسفلته. تمام. عشان الكوست بتاع السفلته هيبقى عالي جدا. ويا مسهل يعني، املنا في ربنا كبير ان شاء الله. اكيد يعني معالي الوزير داعم لكل الرياضات بصراحه في دي مصر، حقيقة. وسواء معنويا او ماديا ما بيتاخرش. يعني هنطلع للفاصل كده ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن سامح عبد القوي بعد الفاصل. رجعنا تاني وكابتن سامح عبد القوي. كابتن، اوسكار الموتور سبورت السنه دي بقى هيكون فين وامتى، والتكريمات هتكون شكلها ايه، وهل في تغير في الاوسكار السنه دي؟ دي حقيقه. احنا السنه دي ان شاء الله يوم الاحد 14 يناير في القاعه الرئيسيه بفندق سونيستا. تمام. اللي هيحصل المره دي غير اي سنه، دي السنه الثالثه على التوالي. اللي هيحصل متغير تماما. احنا هنكرم كده كده الناس الاوائل وكل حاجه، وفي تكريمات كمان هتزيد، دي هتبقى مفاجاه قدامكم بقى وانتم بتعرضوا ان شاء الله باذن الله. الناس احنا كرمنا قبل كده اسر الشهداء، وكرمنا ذوي الهمم، وكرمنا الاطفال والجونيور، وكرمنا السيدات. المره دي هيبقى في كاتيجري زياده هنكرمه، عشان فعلا هو يستحق التكريم، لانه هو دايما سبورت معانا ودايما في ظهرنا. ودي هتبقى مفاجاه بقى في الاوسكار، هتبقى ليك وانتوا حصري. نستنى المفاجاه ان شاء الله. طيب، سباقات الاطفال انت قلت لي طبعا احنا عارفين من زمان طبعا بتبقى يعني مور سيفتي، بتكون السيفتي بتاعها عالي، العربيه بتكون كيج زي القفص يعني ما فيهاش اي خطوره للطفل. ذوي الهمم كمان ليهم نصيب معاك في السباقات. طبعا مظبوط. احنا الاول الجونيور الحمد لله والشكر لله، احنا كنا بادئين بحوالي 4 جونيور. دلوقتي بقى عندنا فوق ال 30 جونيور. كويس قوي. ال 30 على مدار السنه بيخشوا 10 في 20 في 10. السباق اللي فات كان عندي 15. والجميل بقى ان في ناس بتتنقل دلوقتي حاليا من الجونيور للشباب. يعني في واحد كان معايا جونيور قعد معايا 3 سنين ودلوقتي هو دخل على الشباب. طبعا هو لسه داخل فهيتظلم، ولكن احساسه باحتكاكه ان هو كبر وداخل في وسط الشباب وداخل بالاسس اللي احنا ربيناه عليها. حلو قوي. وداخل بالرولز والريجيليشن اللي هو اتعلمها صح. يعني لو قلنا انا الشباب اللي جايه لي عشرينات ثلاثينات اربعينات، دول خلاص هم في دماغهم معلومات معينه، فهتقدر تغير اللي تقدر تغيره والباقي مع الظروف. ولكن اللي انت البذره اللي انت زرعتها وطالعه لك هي شاربه بالظبط اللي انت قلته. كل كلمه وكل حرف انت بتقوله هو بالظبط ريكوردر بيكرر. كابتن سامح قال لي اعمل كذا، كابتن سامح قال لي ما اقفش هنا، ده كده ان سيفتي، انا اقف كده. فدول بيبقى السهل بقى التعامل، والرولز والريجيليشن لما بتتعدل تبقى سهله معاهم. ده بالنسبه للجونيور. حلوه. بالنسبه لذوي الهمم الحمد لله والشكر لله، احنا كنا بادئين بواحد، بقوا اثنين ثلاثه، والسنه الجايه ان شاء الله هيبقوا تسعه. كويس جدا. ليه؟ حلوة. عشان في ناس بقى عندها الوعي، بقى في ناس بتشوف زمايلها. هو ذوي الهمم هو على فكره حد ما فيهوش اي حاجه خالص. ناس عندنا بتيجي بتسوق عربياتها وبتحقق ارقام وبتخش في ضمن الاوفرول، بضمن الناس الترتيب العام الاسوياء. فدي في حد ذاتها بتديله ثقه وبيحس ان هو زيه زي الناس، ما فيش اي حاجه. ما بنراعيش، ما بنعملوش خط سير مختلف، هو خط السير بتاع الاسوياء. وهو حتى وهو واقف بيبقى مبسوط، لانه حس ان هو عمل الكلام اللي كل الناس بتعمله، لان هم بالفعل هم زيهم زينا، مفيش أي حاجة مختلفة. وما ينفعش حد يجي يقول لك لا ده ما ينزلش معانا في الكاتيجري، لا مش عارف ايه، لا ده ينزل معانا وعلى نفس رسمتهم في الكاتيجري بتاعنا، حتى لو حقق آخر رقم، المرة الجاية هيحقق اللي قبليه، المرة الجاية كذا كذا كذا، لغاية ما في ناس دلوقتي ليها ترتيب من ال 20 وال 30 بتنافس دلوقتي. طبعا. أنا عاجبني الرولز بتاعتك أنت حاططها حتى مع الجونيور ومع كل المتسابقين عامة، بحس إن أنت
بتربي سائق مش بتدخل واحد سباق. انت بتربي مظبوط، وده هينعكس على اصحابه كمان اللي بيسوقوا. دي حقيقه، اللي هم حتى بره بيخشوش السباقات. دي حقيقه. وكنت بتكلم في البدايه بقول لك ان الجمهور اللي قاعد فيه اطفال موجودين، طفل اللي قاعد بيتفرج ده بكره هينزل معاك. مظبوط صح؟ مظبوط. ده اللي زود العدد بتاعك. ايوه ده حقيقه، ده اللي حصل. هنا بقى انا احب يعني اتكلم في الحته ديت واوجه شكر الاثنين. سامح عبد القوي مش هو بطوله ريفي تاب، كيان ريفي تاب معاك كرو كامل، الكرو اللي معايا الكرو اللي معايا ناس بجد عارفه تهندل المتسابقين دول. يعني انا عندي كابتن ياسمين في الميديا بتعرف تتعامل مع الناس بتوع الميديا سواء كبار او صغيرين. احنا بيجي لنا 14 و13 سنه ميديا وبيطلع منه صور ممتازه. حلو. الكابتن ميار بتتعامل مع شؤون المتسابقين، مع المتسابقين كلهم بالكامل. كابتن طارق بيتعامل مع المتسابقين جوه البارك فيرميه. كويس. ودي اخطر منطقه لان المنطقه ديت عباره عن لغم الغلطه فيها. بالظبط. كابتن احمد الباشا المسؤول عن تطليع العربيات واحتساب نتائجهم وتبليغهم، ودي امانه قدام ربنا. تمام. انت ممكن اجزاء جزء من الثانيه نطقتها غلط. ضيعت واحد من اول لخامس. كابتن اسامه وده اكبر عبء عنده لان بياخد وبيدون وبيراجع. الناس دي كلها منظومة مكتملة بتطلع في الآخر مصداقية للبطولة. بتطلع حاجة اسمها ريفيتاب مش سامح. بينعكس الكلام ده على إيه بقى؟ بينعكس الكلام ده على كل حاجة. بيجي الطفل الجونيور اللي انت بتتكلم عليه، هو شايف الأمور ماشية ازاي، شايف من أول ما بيخش بيشترك بيمضي على إقرار هو ووالده، بعوده من هو صغير يعرف يعني ايه اقرار. صح. حتى لو مش هيمضي عليه اقرار بس يلتزم بحاجه. يلتزم. حلو. التزامات التزامات التزامات. تبص في الاخر تعمل منظومه ناجحه مهندله مدرسه زي ما بيقولوا كده، الاخلاق الرياضيه افضل من اي شيء. ده حاجه جميله جدا، وده اللي حقق الاستمراريه اللي انت عاملها في ريفي تاب بصراحه 10 سنين. الحمد لله. استمراريه يعني كده في نجاح، يعني كده في رولز، في قوانين صارمه في ريفي تاب، صارمه وممتعه كمان. فبشكرك جدا كابتن سامح. ربنا يخليك. يعني وقتنا خلص بسرعه، ولكن بالتوفيق دايما لريفي تاب ولحضرتك، ونشوف ان شاء الله كده ريفي تاب للعالميه بقى ان شاء الله باذن الله. باذن الله معاكم ومع الكرو الجميل دوت ومع المتابعين والمشجعين لملاعب الابطال ان شاء الله. اشكرك جدا كابتن سامح. شكرا. اشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.